تفسير قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الآيات في سورة الفجر يعني. نعم، يعني الإنسان في ذلك الموقف يتذكر يعني ما فعل، ويتذكر تفريطه، ويتذكر ذنوبه، ويذكر بها ألم تفعل كذا يوم كذا، وأنت فيندم أشد الندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قد لحياتي، أي حياة؟ الحياة الآخرة. يعني كأن الحياة الدنيا في مقابل الآخرة وأمام الآخرة كأنها ليست بحياة أصلا. يعني الحياة الحقيقية هي الحياة، حياة اليوم الآخر، كما هذا كقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لهي الحياة الحقيقية الدائمة الباقية. ولهذا يعني الناس عندما يبعثون حتى الكفار يسألون كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. يعني الحياة لو عاش الإنسان 80 سنة أو 100 سنة في الدنيا، يوم القيامة يراها كأنها لحظة، يعني لا تساوي شيئا. فهذه كأنها ليست بحياة إذا ما قورنت باليوم الآخر. فالإنسان المفرط أو المقصر يندم على هذا التقصير وهذا التفريط، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي هذه، حياة الآخرة، لأنها هي حياتي. أما الأولى تلك كالعدم، يعني لا قيمة لها ولا تساوي شيئا في جنب الحياة الآخرة الباقية الحقيقية.